مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا من مطار القاهرة الدولي، أحييكم. وهذا بث حي على الهواء مباشرة، حيث يغادر الأمير تميم بن حمد الثاني القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين، استقبله خلالها مساء أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك استقبله اليوم صباح اليوم بقصر الاتحادية، حيث عقد جلسة مباحثات تناولت مجمل القضايا العربية والإقليمية، كذلك العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والمضي بها قدما في صالح البلدين وصالح الأمة العربية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير تميم بن حمد الثاني بقصر الاتحادية، وكان قبلها عدد من اللقاءات العربية، حيث كذلك استقبل منذ أيام الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبلها بيومين التقى كل من ملك البحرين وكذلك ملك الأردن. هذه اللقاءات المهمة التي تجيء على رأس أولويات العمل العربي المشترك في الفترة الأخيرة، هي تبحث في مختلف القطاعات وعلى مختلف الأصعدة والسبل. فالظروف العالمية التي يموج بها العالم، سواء ظروف سياسية أو ظروف اقتصادية أو ظروف صحية وطبية وكذلك ظروف بيئية، فرضت على الدول العربية أن تنسق فيما بينها وأن تصل إلى مواقف مشتركة مهمة للغاية في مثل هذا التوقيت. هذا التوقيت الذي يعد بالغ الدقة وبالغ الحساسية وبالغ الأهمية بالنسبة لمختلف دول العالم. إن الاقتصاد الذي يحرك العالم هو عصب الحياة، والصناعة هي عصب الاقتصاد. لذلك تسعى الدول العربية مجتمعة وفي قلبها مصر لوضع نظم وطرق اقتصادية مبتكرة وقائمة على التعاون من أجل الوصول إلى تقوية اقتصاداتها منفردة، وكذلك الاقتصادات العربية المجمعة. ربما ما يميز هذا الموضوع أن الاقتصاد العربي هو اقتصاد تكاملي لا مجال فيه للمنافسة، حيث تمتلك كل دولة من الدول العربية نمطا من أنماط الثروات الطبيعية والثروات البشرية وكذلك غيرها من الثروات ومن الموارد. إذا حسن استغلالها فيصل العرب إلى ما يليق بهم وبتاريخهم وبحضارتهم. إن الموروث الحضاري الذي قدمه العرب قديما وعلى مدار مئات بل آلاف السنين هو موروث مهم للغاية، وقد آن للعرب أن يستأنفوا رحلتهم في سبيل إثراء الحضارة الإنسانية بما لديهم من قدرات. إنما ذلك يستلزم وجود الإرادات السياسية المجتمعة وكذلك العمل العربي وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات المختلفة التي يتم توقيعها خلال الزيارات المتبادلة في مختلف الدول والبلدان. وقد شهدت الأيام الماضية بالفعل توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات، سواء على مستوى القمة أو على مستوى الوزارات والقطاعات المتخصصة بين المسؤولين في البلدان المختلفة. بعد زيارة استغرقت يومين، يغادر الأمير تميم بن حمد الثاني أرض القاهرة بعد زيارة مهمة للغاية ومباحثات أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير تميم، تناولت الكثير من القضايا. وبعد أسابيع من الآن كذلك تأتي القمة الخليجية العربية الأمريكية، هذه القمة التي تعقد في مدينة جدة بدعوة من المملكة العربية السعودية. والحقيقة أن ما يدور
في إطار هذه المباحثات وهذه المشاورات، إنما هو شكل من أشكال التنسيق العربي والتشاور العربي المهم. إذن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى مطار القاهرة، يصحب ضيفه الأمير تميم بن حمد الثاني ليغادر أرض القاهرة بعد أن حل على مصر ضيفا كريما استقبله خلال هذه الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأجريا مباحثات ومشاورات مهمة للغاية. وقد نقلنا لحضراتكم مساء أمس الاستقبال الرسمي، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في مطار القاهرة الأمير تميم بن حمد الثاني في هذه الزيارة التي تمثل إحدى الزيارات المهمة التي تمت مؤخرا، وربما الأيام القادمة ستشهد المزيد من الزيارات ومن المشاورات ومن التباحث على الأصعدة العربية والقطاعات العربية المختلفة، تمهيدا لإجراءات عربية مقبلة ملؤها التعاون وملؤها الحض على المزيد من تقوية الروابط العربية العربية. إن مصر بما تمثله من ثقل إقليمي وثقل دولي مهم تلعب دورا رائدا في المنطقة من خلال توضيح وجهة نظرها وحكمة قيادتها السياسية التي تجلت على مدار السنوات الماضية. فمصر بتاريخها العميق وحضارتها الضاربة في هذا التاريخ بعمق الجذور قادرة على أن تقود قاطرة التنمية في الوطن العربي وأن تقود الدول العربية إلى بر الأمان وبر السلامة. نحن هنا في هذه اللحظات هنا في مطار القاهرة الدولي ننتظر خلال لحظات أن يودع الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفه الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر ليركب الطائرة الأميرية القطرية. وقد وصل بالفعل إلى ممشى السجادة الحمراء والممتدة إلى الطائرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصحب الأمير تميم بن حمد الثاني بعد هذه الزيارة الرسمية المهمة، وفي إطار العديد من الزيارات والمشاورات، جو ملؤه الود وملؤه التعاون العربي وملؤه الحرص كذلك على تقوية الروابط العربية وتقوية الروابط الإسلامية وروابط الأخوة التي طالما امتدت لسنوات كثيرة وكثيرة. فمصر أقامت مع إمارة قطر علاقات دبلوماسية كاملة فور تأسيس الإمارة، الإمارة التي أسست في سبتمبر عام 1971 تحديدا في 3 سبتمبر، وقامت مصر بعدها وفي عام انطلاقا من عام 72 علاقات دبلوماسية وتاريخية مع إمارة قطر. شأن ذلك شأن مصر مع مختلف البلدان والأقطار العربية، فمصر هي الحاضنة ومصر هي الرائدة ومصر هي كذلك الصديقة والحريصة دائما على مصالح الأشقاء. مصر دولة داعية للسلام وتمارسه. وأذكر حينما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تمارس سياسة شريفة ربما في وقت لا يفعل فيه ذلك ولا يوجد هذا المفهوم إلا عند القليل، وها هي مصر تحتضن الأمة العربية وتحتضن البلدان العربية. والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على مد أواصر التعاون والإخاء والمحبة والسلام في إطار من الاهتمام وإطار من التعاون وإطار من الحرص على كل مقدرات الأمة العربية بكل مفرداتها وكل عناصرها.
فمصر قلب العروبة، وكذلك مصر في القلب من إفريقيا، وتمثل كذلك مصر محورا مهما للغاية للربط ما بين إفريقيا وبين المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. مصر انتبهت إلى ذلك وسعت سعيا حثيثا خلال السنوات الثماني الماضية التي قاد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسة الخارجية والدبلوماسية الرئاسية على مدار هذه السنوات وعلى مختلف الأصعدة الجغرافية والقطاعات المختلفة. مصر حملت هم الأشقاء وذهبت بأحلامهم وطموحاتهم إلى مختلف بلدان وأماكن العالم، وها هي مصر تواصل دورها الرائد في المنطقة سواء العربية أو الإفريقية، فمصر ستظل وستظل أبد التاريخ كما كانت دائما. كل التحية.